والله يا أخواتي، بفضل الله سبحانه وتعالى، وقتها طبق هذه الخطوات، ربي سبحانه وتعالى يحقق لي ما أرجوه منه وينتهي همي. والله اسمع، إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. أكيد كل وحدة فينا الآن، وكل وحدة معي، وكل وحدة عم تسمعني، في عندها هم بقلبها. حبيت لكم على 4 خطوات إذا طبقتيها، والله وأقسم لك بالله أن همك سيزول بإذنه سبحانه وتعالى، وأن همك سينتهي بإذنه سبحانه وتعالى إذا طبقت هذه الخطوات. وخليكي معي بكل خطوة الآن، ابدأي معي، قولي أنا من هلأ بهذا الفيديو بدي أبدأ مع آلاء هذه الخطوات، حتى ربي سبحانه وتعالى يزيح عني همي، وربي سبحانه وتعالى يجبرني باللي بتمناه ويحقق لي رجائي. مثل ما كل واحدة فينا الآن في قلبها أمل وحلم أو هم أو أي مشكلة بحياتك عم تواجهها. أول شيء، أول خطوة الآن ابدأي معي فيها، حطي ببالك المشكلة اللي أنت عم تواجهيها أو الهم اللي أنت عم تواجهيه أو أي شيء بدك إياه، أي شيء بدك إياه الآن حطي ببالك. حطيتي؟ يلا، كل واحدة حطت ببالها الهم أو المشكلة اللي هي فيها أو الحلم اللي بدها تتمنى يصير. ثاني خطوة، هذه الخطوة الثانية مهمة جدا، لأن فيها عمل قلبي، وهذا العمل أنت مأجورة عليه، وهذا العمل سيحبك الله سبحانه وتعالى به. ما هو هذا العمل؟ عمل قلبي، يعني ما بده جهد بالجسد، وعمل القلوب أخواتي يصل إلى الله ممكن أقوى من عمل الجسد حتى، أن عمل القلوب له مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا هذا القلب موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. ما هو هذا؟ ما هذه الخطوة وهذا العمل؟ فوضي أمرك إلى الله. هذا الأمر اللي نحن تكلمنا فيه قبل شوي، الخطوة الأولى اللي تكلمنا فيها الهم هذا أو المشكلة أو الحلم. والله يا أخواتي، بفضل الله سبحانه وتعالى، وقتها طبق هذه الخطوات، ربي سبحانه وتعالى يحقق لي ما أرجوه منه وينتهي همي. والله اسمعي، شفتي هذا الأمر اللي أنت فيه؟ فوضي وارفعي إلى الله سبحانه وتعالى، ارفعي هذا الهم، وكلي هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يا ربي هذا الأمر وضعته لك، فوضته إليك. يلا معي، فوضي هذا الهم وهذا العمل، وارفعي هذه القضية إلى الله سبحانه وتعالى. كانت هم أو مشكلة أو ظلم أو حلم، فوضي إلى الله. أكيد هلأ ارتاح قلبك، فوضي أمرك إلى الله. يا رب هذا الإنسان ظلمني، رفعت قضية هذا الإنسان ظلمني إليك. هذا الحلم أتمنى أن يتحقق، يا ربي هذا الحلم وضعته بين يديك. يا رب هذا الأمر فوضته إليك، فوضت أمري إليك. هذا التوكل على الله
إن الله يحب المتوكلين. دي الآن الراحة لجواتك أكثر من ما تتخيلي. إن كنت مؤمنة حقا فهذه الراحة في قلبك الآن قوية جدا. ثالث أمر يجب أن تقومي فيه وثالث خطوة، اعملي بالأسباب. أيوة، العمل بالأسباب من حسن التوكل على الله ومن صدق التوكل على الله. العمل بالأسباب. أنت مثلا همك مرض، روحي عالجي نفسك. همك نجاح، روحي ادرسي. همك ولد عاق أو ولد عندك مشكلة عندك معه، تعلمي كيف تربي أولادك وربيهم التربية الصحيحة. عندك زوج عصبي، عندك مشكلة، حسني من نفسك وصلحي من نفسك وابذلي بالأسباب. حاولي تصلحي بين زوجك، بينك وبين زوجك، تلاقي أحد يصلح بينك وبينه، عملي بالأسباب. وآخر خطوة إلك ياها، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى سيزيح همك، وأقسم لك بالله أن الله سيزيح عنك هذا الهم بإذنه سبحانه وتعالى. أكثري من الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طول الوقت خلي هذا الوقت صلاة على الرسول، دائما صلي على الرسول، أكثري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا يكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. أيوة، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكفى الهموم. أيوة والله. هلأ أنت هتقولي لي سؤال، يعني أنا الآن لمتى أعمل هالخطوات؟ يعني لمتى بده يعني يروح همي؟ يعني لمتى حيتحقق حلمي؟ لمتى أنا حانشفى؟ لمتى حأخذ هذا الدرس؟ يعني متى أحصل على اللي بدي إياه؟ إلى أن يشاء الله، وهذا هو التوكل. لا أتوقف عن هذه الأمور إلى أن ربي سبحانه وتعالى يجبرني، إلى أن ربي سبحانه وتعالى يزيح همي. ومن يصدق مع الله في التوكل عليه لن يخيبه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني ايه؟ كافيه، سيكفيك همك بإذنه سبحانه وتعالى، فسيكفيكهم الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سيكفيك همك. الآن حتجيني واحدة وتسألني، حتقلي يعني شو الفرق بين إني أنا أعمل هالخطوات بين إني ما أعملها، بين إني أتوكل على الله بين إني خلص يعني مثل أي إنسان؟ فرق، اللي بيتوكل على الله ويحسن التوكل عليه ويصدق معه سبحانه وتعالى يطمئن قلبه، يهدأ قلبه، لا يقلق، لا يتوتر إذا ما حصل له الأمر أو تأخر عليه أو صارت فيه تنغيصات أو صار فيه عراقيل، ما بيقلق، لأنه بيعرف أنه الله حيكفي كيف ومتى بإذنه سبحانه. أما الغير متوكل على الله يشعر بالقلق، ليش لهلأ؟ ليش التجارة انضربت؟ وليش حيصير هيك بالعالم؟ وليش هذا حيصير؟ ليه هالمرض؟ ليه ليه ليه؟ يشعر بقلق، بالخوف، يشعر دائم بالتوتر من الأحداث، أي شيء بتلخبط عليه؟ أوه، لأنه وضع الأسباب هي الأساس. ما توكل على رب الأسباب، ربي سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، لا، توكل على نفسه. فسبحان الله يعيش بالقلق والخوف والجزع والرعب، ويعيش دائما إذا نقص عليه شيء بيقلق، أوه ليش هيك صار تغير لي؟ إنه ما عنده توكل على الله.
بينما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها المؤمن اللي بيقوي إيمانه بقلبه ويرفع قضيته إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذا الختام أخواتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتوكلين عليه، من المؤمنين حقا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا رب اجعلنا من المتوكلين عليك، من المؤمنين المتقين المحسنين المخلصين يا رب العالمين. وكل من يسمعنا الآن، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وكل من نحب يا رب العالمين. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون. عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.